فريق الكوكب المراكشي كان في حاجة نقطة انتصار، كما أن رجاء الزهور في حاجة نقطة انتصار نظرا للمسار التصاعدي للفريق. الحمد لله كانت مقابلة تكتيكية وشيقة، واللي عجبني أنا كاع في المقابلة هو الروح الرياضية بين الناديين. الحمد لله هذا ديربي ديال الجهة، شرفنا الجهة، لا فريق الكوكب اللي انهزم ولا فريق رجاء الزهور اللي انتصر، وهذا دليل على العمل المستقبلي إن شاء الله داخل النادي. الحمد لله احنا النادي الوحيد اللي كنمثلوا حاضره المحيط في البطوله الوطنيه النسويه. عندنا طموح اننا ان شاء الله الصعود للقسم الوطني الاول، والميزه اللي عند النادي ان 90% ولا 95% من التركيبه البشريه كاملين تكوين ديال النادي وبنات مدينه اسفي. هذه هي الميزه. احنا داخل رجاء الزهور نعتبر انفسنا عائله، ليس كفريق رياضي، بالعكس نحن عائله. طموحنا ان شاء الله هذا الموسم اننا نحتلوا المراتب الاربعه او السته الاوائل في سبوره الترتيب، وعندنا طموح اننا نمشوا، حتاش عندنا مقابله ان شاء الله يوم الاربعاء مع اطلس تيلوين في كاس العرش الدور الثاني، اننا نمشوا لابعد نقطه ممكنه في كاس العرش ان شاء الله لا سخر الله. وككره القدم العامه النسويه اهم العراقيل هو الجانب المادي، المناح، الدعم، حيتاش الجنوب انت تعرف استاذي كاين تنقلات كثيره، مدينه الداخله، مدينه طنطان، مدينه اكادير، مدينه تيزنيت، يعني كاين اكراهات ماديه، غياب الدعم، غياب المنح من طرف المجالس المحليه، من طرف الجهه، من طرف المجلس الاقليمي، حيتاش حنا غير جمعيه ليست نادي تابع للنادي ام. والجمعيه انت كتعرف ظاهر الحريات العامه ان جمعيه كيكون العمل غالبا عمل تطوعي، ولكن هذا هو الإكراهات. ولكن الحمد لله عندنا ثقة في الإخوان المسيرين داخل المكتب، عندنا ثقة في الطاقم، في اللاعبات، أننا نتضافر الجهود، كنتغلبوا على الصعاب، كنضحوا بالغالي والنفيس من أجل شيء واحد كما كنقولوها، رجاء الزهور ليس ملكا لأحد، رجاء الزهور ملك مدينة أسفي، ملك للجهة، وهذا شرف أن جوج الأندية تمثل الجهة، ثلاثة الأندية، كنذكر كذلك أكاديمية فينيكس، نادي الكوكب، نادي أسفي، كنمثلوا جهة أسفي مراكش. هذه رساله للمسؤولين انه يوجهوا الدعم لهذه الانديه، لان خاصه كنمثلوا الجهه، وحنا هي الصوره كما كنقولوا، كره القدم النسويه هي الصوره التي تمثل. الموسم الخامس على التوالي لم نتلقى اي منحه لا من الجهه لا من المجلس الاقليمي لا من الجامعات، بالتالي فالتضحيات هي التضحيات ديال الاخوان ديال السيادات الرئيس، مشكورا على التضحيات بالغالي والنفيس، التضحيات كذلك ديال الاخوان ديال المكتب ديال اللاعبات، اللي دا قلت لك في تصريحي السابق اننا داخل النادي نعتبر نفسنا عائله اكثر من نادي رياضي، نضحي من اجل اعلاء كره القدم النسويه واعلاء اسم مدينه اسفي. تحياتي استاذي وشكرا لكم لهذا المنبر، منبر الدار، على تواصلكم، ونتمنى لكم مسيره موفقه باذن الله. لما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.